ازيكم؟ معكم نرمين من قناة أفكار حلوة مع نرمين. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. هنجيب علبة دائرية بلاستيك بالشكل ده كده، شلنا الحروف بتاعتها. بعد كده هجيب مسطرة وقلم وهبدأ ان انا اعلم من تحت بالشكل ده كده في القاعدة اللي تحت، 1 سنتي 1 سنتي، وبعد كده برتفع بالقلم لفوق بالشكل ده كده. طبعا الطريقة دي هنعملها على العلبة كلها لحد ما نخلصها. بالشكل ده، وبعد كده من تحت ومن فوق خدت برضو 1 سنتي و1 سنتي ولفيت على العلبة كلها بطريقة دائرية. وبعد كده نسخن سكينة ونعمل الفراغات دي واحدة واحدة بالطريقة دي كده. بعد كده هنجيب خيط الخيش وإبرة الكروشيه وهنعمل غرزة السلسلة بالشكل ده كده. طبعا هنعمل كمية حلوة كده من خيط الخيش والغرزة بتاعت السلسلة عشان هنستخدمها في الفيديو النهاردة. وطبعا انا قلت لكم الخيط بتاع الخيش ده احنا بنجيبه بالكيلو، وخصوصا الخيط الرفيع ده بيوزن كتير وبيعمل معانا حاجات كتير. للناس طبعا اللي عايزة تبدأ مشروع هيكون يعني في وفر حلو ليهم في الموضوع ده. طبعا انا جبت الخيط اللي انا عملته وهاجي عند الاماكن دي اللي هي البلاستيك دي والف عليها الخيط بالشكل ده كده. بنزق كده الخيط على يعني فوق بعضه عشان ما يكونش فيه فراغات، وبنلفه لحد ما نخلص الجزء اللي احنا بنعمله، وبعد كده نكمل اللي بعده وهكذا. بنفضل نلفها كده، وطبعا اخر اما بنيجي عند الاخر بنحط نقطة من الشمع عشان تثبت معانا. هنا انا خلصتها خلاص كلها، هاجي عند بقى المكان التحتاني ده. طبعا هو عايز يتغطى هو كمان، فهنغطيه برضو بنفس الخيط، بنلفه كده بالطريقة دي لحد ما نغطي الابيض كله ده. وهنيجي برضو على الجزء الفوقاني ده هو كمان وهنغطيه. طبعا انا سايبة الجزء التحتاني والفوقاني ما فرغتهمش وسايباهم عشان يمسكوا العلبة اللي احنا عاملينها دي وتبقى ماسكة نفسها، لان احنا طبعا مفرغينها. بعد كده هجيب قماش الخيش وهحط شمع على الحرف الفوقاني ده. وبعد كده هجيب الكرتونة القاعدة الكرتون وهحط عليها برضو قماش الخيش، وعملت كمان زي غطا من فوق وهغطيه بالقماش بتاع الخيش. وبعد كده هنيجي عند الحروف دي كده وهنحط لها برضو اللي هي الغرزة اللي احنا عملناها. وبعد كده هنجيب كرتونة مستطيلة وعملناها كده بطريقة يعني لفناها زي نص دايرة. بعد كده هنلف عليها برضو خيط الخيش. هنلفها لحد ما نخلصها كلها بالطريقة دي كده، وهنلزقها من هنا، نحط نقطة من الشمع بالشكل ده. وهنلزقها في النص كده هنا، نثبتها كويس. وبعد كده هجيب الخيط وهلزق على الجزء الدائري اللي فوق ده، هلف عليه كده. هنعمل حوالي 3 صفوف من
الدوائر اللي انا بعملها دي بالخيط بالشكل ده كده. وهنجيب بقى اي نوع ورد عندنا متوفر وهنحطه هنا كده على جنب بالشكل ده كده. هنا بقى جبت شريط الدانتيل ده وهحطه على حرف الباسكت اللي انا عاملاها بالشكل ده. هحط واتني، احط نقطة من الشمع واتنيها كده، يعني اعمل زي كسرة صغيرة. وباجي بعد كده برضو بكمل بنفس الطريقة يعني، وبطريقة تقريبية كده يبقى نفس المقاس عشان يبقى شكلها حلو ومتساوي. بحط حبة من الشمع كده ونقطة واعمل كسرة، اعمل معاكو اهي واحدة كمان اهي، بنحط كده وبعدين بنحط نقطة من الشمع ونعمل الكسرة الصغيرة في الجنب هنا كده. هنيجي بقى على الحروف الفوقانية دي، طبعا لسه مش مغطيينها والبلاستيك باين، فهنغطيها بالخيط بالشكل ده كده. وبعد كده هاجي عند الحرف من بره وهلف عليه برضو هو كمان عشان اغطي الحروف بتاعت الدانتيل اللي انا عاملاه. بالشكل ده. وهنيجي بقى اخر حاجة القعدة، عاملة لها برضو قطعة كده خفيفة من الكرتون وعليها القماش بتاع الخيش وهلزقه على القعدة بالشكل ده كده. وبكده بقى ده طبعا شكلها النهائي، باسكت طبعا متعددة الاستخدامات. وزي ما قلت لكم دي تنفع للناس اللي بتحب تعمل او حابة ان هي تعمل مشروع في البيت، يعني بتكلفة قليلة. خيط الخيط زي ما قلت لكم بنجيبه بالكيلو، والرفيع ده خصوصا الرفيع بيوزن كتير عن السميك. فأتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. القناة بتاعتي عن اعمال الهاند ميد وإعادة التدوير، اتمنى ان انتوا تاخدوا فيها جولة وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.